قضية الانفجار أو مصطلح الانفجار صراحة ما زلنا بعيدين عن هذا المنطقة. يعني مبالغ به؟ أي نعم مبالغ به. لحد الآن الزيادات اللي شهدتها السكان العراقية زيادات طبيعية وفي عدد السكان الموجود وفي حسب الزيادة السنوية للسكان. نعم هي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع المعدلات العالمية ولكن هذا الارتفاع ليس كبيرا. نعم. يعني وبالنتيجة هي زيادة طبيعية. المجتمع هو كائن حي يعني كما تعلم. نعم. ينمو دائما متى ما توقف عن النمو معناها يتلاشى ينتهي. طالما اكو زواجات هناك ولادات اكيد في نهاية المطاف. طيب حاجة. اكو تخطيط لهذا الموضوع؟ نعم بالتأكيد هي الـ يعني اي زيادات سكانية اذا تم يعني تسبقها او ترافقها سياسات بعيدة المدى تستوعبها وتحولها الى محركات ستصبح عبء وتصبح قنابل موقوتة تنفجر في لحظة ومدمرة كل شيء. بالنتيجة نحن نعمل في وزارة التخطيط على وضع مثل هذه السياسات. نعم. مستندة الى مجموعة من المحاور الاساسية اللي ممكن ان تعالج او تستوعب هذه الزيادة وتوفر متطلبات الحياة لهؤلاء السكان. نعم.